السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا ندير الكوريكسيون ديال الكونترول كونتينيو نيميرو 1 تاع سنة 2020 2021، وهادشي في اطار استعداد الامتحانات ديال هاد السنة ديال 2022 2021 بالنسبة لي ستاجير ديال لا فيليير جيستيون دي زونتربريز. هنا بطبيعة الحال أول مسألة غادي نبداو بها، دونك ضروري أنك تقرأ لي كونسين بأن هنايا مثلا بطبيعة الحال كتدرس ضروري تكون عندك في الامتحان، بالإضافة أن لي غيبونس لي خصك دير في أنك من بعد دير لا ماجوراسيون لا مينيغاسيون، عطيني جوست دو فالور أبخي الفيرب. ألوغ لا بروميييغ كيسيون كانت كوم سوي، دونك كان فيها كالكولي لا دوري أو موا et la valeur acquise dans les conditions suivantes. Donc, là, ce L, مطلوب منا انك تلقى لا دوري اون موا اي لا فالور اكيز في لي كونديسيون سويفونت. دونك الهدف ديالنا كتعطى كيسيون في الاول بالشكل التالي، يعني لا بروميير كيسيون اللي تعطات كانت كوم سوي، هنا جوست بور روبروندغ ليدي ديال لا كيسيون الاولى. دونك بطبيعه الحال لا كيسيون دو باز كانت هي هذه، يعني انه تعطانا ان طابلو والهدف من هذا الطابلو هو انك تلقى لا دوري اون موا وتلقى لا فالور اكيز. الوغ في كوتي ريبونس واش اللي مطلوب منك في لا ريبونس، دونك انا كنبغي دي ريبونس بهذا الشكل تقريبا، وبطبيعه الحال توجور خصك تعطيني لا فورمول تعطيني لابليكاسيون نيميريك ابخي لو ريزولتا. لا فورمول دو باز الى جينا نهضروا عليها بصفه عامه، ملي كنهضروا بصفه عامه في لي ماتيماتيك فينونسيير، الوغ اشنا هي لا فورمول دو باز اللي حنا كنعتمدوا عليها ديما. ف لا فورمول دو باز اللي كنخدموا عليها ديما في السيرتو اللي كان عندنا الكوتي ديال لي موا، هي ان اي كتساوي لو كابيتال فوا لو طو فوا لا دوري ديفيزي بار 12. انا كنقلب هنا على لا دوري، كنقلب على ان، اذا هاد 12 غتجي لهنا غتولي 12 فوا اي، وهاد السي فوا تي اللي مضروبه غتجي للمقام، وهي اللي عندكم هنايا بان ان كتساوي 12 فوا اي ديفيزي بار سي فوا تي، وهي بطبيعه الحال يا لاحظتوا معايا اللي غنكونوا طبقناه هنايا، دونك خدينا بان لا دوري غتساوي 12 في اي في سي فوا تي. دونك قلت لك لا دوري اون جور كنتي غدير 360، دونك بور كومبليتي هنا غتعطينا 12 في 400، دونك سي 12 فوا 400 ديفيزي بار 12000 فوا 4%، دونك لو ريزولتا اللي غتلقاو غتكون هي ديمو. الوغ اون فان دو كونت دونك عطيني لا فالور اكيز. لي انتريسون في هاد ليكزيرسيس هو انه ما كاينش مشكل بانه يمكن لي نخرج لا فالور اكيز، واخا كاع ما لقيتش لا دوري يمكن لي نخرج لا فالور اكيز بوغ اون سامبل ريزون، حيت لا فالور اكيز بكل بساطه هي الكابيتال بلوس لانتيغي. دونك انا عندي اصلا الكابيتال في لي دونيت ليكزيرسيس وعندي لانتيغي في لي دونيت ليكزيرسيس، اذا بكل سهوله يمكن لي نستنتج كابيتال. دونك كانت هاد لا كيستيون على 4 بوان. هنا لا دوزيام كيستيون توجور في ليكزيرسيس نيميرو 1، كيل لانتيغي برودوي دون سوم دو 6400، دونك شحال هي الفائده، دونك كيل لانتيغي de 6400. وهنا تنهضروا بطبيعه الحال على الانتيغي سامبل بور كيل ريزون، كار لا ديوري اللي هنا سي اونتر لو 3 مارس اي لو 7 اكتوبر، دونك دو لا ميم ان، يعني انا عندي اون ديوري اللي في عام، يعني قل من عام، دو لا ميم اني افيك ان تو دو كومبيان دو 5%. دونك ليدي لي تري سامبل، انا بديت في 3 مارس، دونك كيسكون فا فير، غادي ندير مارس شحال فيه من نهار، فيه 30 ايام، دونك غندير 30 ايام موان 3، غادي نزيد ليه من بعد شحال 30 ديال افريل 30 ايام ديال مايو، كنبقى هكا غادي حتى تنزيد 30 ديال سبتمبر، وكنزيد 7 ايام من اكتوبر. لا سوم اللي غنحسبو هنا غنلقاو هي 218 جوغ، وبطبيعه الحال كيكون عندي لانتيغي غيكون هو لو سويفون. دونك نلقينا ان هنا ضروري في هذا الاكزرسيس مختلف على الاكزرسيس اللي سبق، فهنا من الضروري انك تخرج في الاول اش ان عاد تلقى اي، اذا الكابيتال معطي هو 6400، لوطو معطي هو 5% هي 0.05، وعندي عاوتاني لا دوغي اللي هي 218، دونك لا فالور اللي غنلقاو هي 193.77. نجيو دابا لا تخوازيام كيستيون، كانت سكون ابيل لو طو مويان. لو طو مويان هو فاش يكون عندي بليزيوغ بلاسمون، يعني كنحطو كل بلاسمون بوندون اون دوغي بان طو ديفيرون. الوغ اش كيقول لنا لو طو مويان اش كيساوي؟ انا هنا جو في سي دو ديمينيي هاد لا بارتي باش هكا يكون عندي بليس دو سباس بوغ مونتخي لا فورمول ديال لو طو مويان. هنا عاد من بعد غنرجعو لو غيست. دونك لو طو مويان اللي شفنا اش كيساوي بكل بساطة، هو لا سوم ديال لي كابيتو، يعني سي اي
ان اي تي اي اش نقصدوا بهاد سي ان اي تي اي؟ يعني في الاول غناخدو سي 1 فوا ان 1 فوا تي 1 غادي نزيدو ليها سي 2 فوا تي 2 فوا ان 2 غادي نزيدو ليها سي 3 فوا تي 3 فوا ان 3 فوا تي 3. دونك هذا من جهه، وهادشي كله غيتقسم على ايش؟ على سي 1 فوا ان 1 على سي 2 فوا ان 2 بلوس سي 3 فوا ان 3. دونك الى رجعنا ليكزيرسيس ديالنا باش نشوفو اون ابليكاسيون نيميريك ديال هاد لا بارتي اللي حنا يلاه على هضرنا عليها. دونك دون مانيير تري سامبل اش جينا درنا؟ دونك خداو سي 1 هي دونك 13000 فوا 77 فوا 4% بلوس 15000 فوا 102 فوا 5% بلوس 16500 فوا 121 فوا 6%. كلشي مقسوم على 13000 فوا 77 بلوس 15000 فوا 102 بلوس 16500 فوا 121. لا سوم اللي غادي نحسبوها غادي تعطينا 5,21، وهكا كنكون جاوبت على لا دوزيام بارتي. غندوزو لا كيسيون نيميرو 4. دونك كالكولي لانتيغي اي لو طو افيكتيف دون اون اوبيراسيون بري كونتي. مي كنقولو كاين عندنا جوج تيب ديال لي زوبيراسيون، كاينه لوبيراسيون بوست كونتي وكاينه لوبيراسيون بري كونتي. اش الفرق بين بوست كونتي وبري كونتي؟ الا جينا شفنا لوبيراسيون الاولى هادي كتسمى بوست كونتي، هادي اللي هضرنا عليها في ليكزيرسيس الاول في لا كيسيون الاولى في ليكزيرسيس. يعني واحد الشخص جا خدا 12000 من بعد اش غلط لهم؟ غلط لهم 12000 بلوس 400 ديال الانتيرن. دونك هنا كنهضر على بوست كونتي. بوست يعني من بعد، يعني انه خدا 12000 درهم وقال لي غترجعها ب 12400. ملي كنقول بري كونتي وهي اللي مطلوبه في هذا ليكزيرسيس، الوغ اش كيوقع عندنا هنايا غيلمو؟ اش كيوقع في الغالب؟ البنك كتشد فلوسها هما الاولين. يعني ملي كنحسبو الانتيري اش كيوقع هنا؟ ملي كنحسبو الانتيري كيجيو كيعطيونا فورمول بحال هكا. دونك ملي تيتحسب الانتيري، دونك نحاول نخدمها هنا حتى هنا باش ما يبانو واضحين. دونك فاش كيتحسب الانتيري بنفس الطريقه، دونك ما كاين حتى شي اختلاف. سي فوا تي فوا ان، وهادشي اللي درنا 18000 فوا لو طول اللي هو 4% فوا لا دوري اللي هي 114، ماشي غيتقسم على 360. تنقسمو ديما على 360 ماشي 365، لان سي لاني فينونسيير او بيان لاني كوميرسيال. في المغرب باقيه 360، دوطخ بيي راه ديك لوار 365 دوطوا لاني سيفيل بشكل عادي. دونك هنا لقينا بان اي هي 228. اش كيخصني نحسب في الاول؟ كيخصني نحسب واحد الكابيتال كيتسمى سي بريم، اللي هو كيساوي بالضبط سي موان اي. وهاد سي موان اي هو اش؟ هو 18000 موان هذاك الانتيغي اللي قلنا، اللي هو بيعطيني شحال؟ 17772 بالضبط. هادي هي القيمه اللي غنلقاو ديال سي بريم. غنعاودو نرجعو لو طو. الى رجعتو معايا للكورفا باش نلقى لو طو انطلاقا من لي فالور، دونك اش كندير؟ كندير لو طو كيساوي 360 فوا اي على سي فوا ان. هنا السؤال الثاني اللي كان هو لقى لي لو طو افيكتيف. الوغ انا افيكتيفمون واش خديت الكابيتال سي كامل؟ لا، الوغ انا ما خديتش سي، انا خديت جوست. يعني اش نقصدو ب فريكونتي؟ الوغ انا منين جيت حسبت، من حسبات لي البنكه قالت لي البنكه راه بغات 18000 درهم، قالوا لي واخا بلاتي نحسبوا الانتيغي. ملي لقاو هو 228 قالوا لي فوالا حنا غنهزو فلوسنا هما الاولين، غنهزو الانتيغي ديالنا. دونك ما عطاونيش، ما بقاوش عطاوني واقعيا شحال 18000 درهم، ولا عطاوني هي 17772. دونك اش كيعني هذا؟ ان انا واش جيت معايا الكابيتال غير، لا جيت معايا الكابيتال اخر اللي هو سي بريم اللي هو حسبناه دابا. دونك انا الا بغيت نحسب لوطو، واخا قالوا لي انا لوطو 4% البنكه ما تعاملاتش معايا ب 4%، حيت كون بتعطيني 4% كون حسبت لي هذا الكابيتال ديال 18000 هو اللي غنتي معايا في تي، ومن بعد غرضت ليها الانتيغي. الا هي قبل هزات الانتيغي واستبدت من ديك المده، دونك هنا لوطو اش كيوقع ليه؟ ما باقيش قسمنا على سي، ولينا قسمنا على سي بريم. دونك اوتوماتيكمون لوطو كبار. الوغ مي كيكبر لوطو كيطلع مثلا هنا من 4% كيطلع لاش 4.05%. هاد لوطو الجديد اللي حسبنا اللي استعملنا فيه هاد الكابيتال اللي هو سي بريم. شنو هو سي بريم؟ هو الكابيتال مو اي. امتى تيكون هاد سي بريم؟ تيكون في اون اوبيراسيون اللي هي بري كونتي. شنو هي اون اوبيراسيون بري كونتي؟ يعني انني ملي كتعطيني البنك الفلوس كتحيد منهم الانتيغي ديالها قبال، ماشي كتعطيني 18000 درهم وتترجع ونعطيها 18000 درهم زائد الانتيغي. هاد العمليه غتكون داز ب 4% اللي قلنا، ولكن البنكه عطاتني الكابيتال ناقصة من الانتيغي هو الاول، هزات فلوسها هما الاولين، هزات لي زانتيغي ديالها هما الاولين. دونك في هذه الحالة غتكون 4.05%. ندوزو لدوزيام اكزرسيس اللي كان في هذاك التمرين. كانت فيه لا كيسيون اللي تخي سامبل، اون كومباريزون اونتخ لانتيغي سامبل لانتيغي كومبوزي. هاد لو تيب دو كيسيون اللي ان بو فاغ، يمكن كل واحد يجاوب عليه بالطريقة اللي بغا. مي بالنسبة لنا الأمور الأساسية اللي أنا بالنسبة لي شخصيا كيبانو ليا هما لي بلو كونو، هما أنه كتقول لي بأن لانتيغي سامبل إلي أكور تيرم
يعني قل من عام، الوغ كو لانتيغي كومبوزي كنخدمو به في حاجه اللي اكثر من عام. مثلا لانتيغي سامبل كنخدمو به في عمليات ديال بين شري تلفازه، شي الكتروميناجي بصفه عامه، شي اوبيراسيون، شي حاجات لي سكونت مثلا بشكل عام. بار كونتر لانتيغي كومبوزي كنخدمو به في لي فواتور، في لي موبيليي، دوطخ شوز. دوزيامون لانتيغي سامبل الي نون كابيتاليزي، ولانتيغي كومبوزي لي كابيتاليزي. لو برانسيپ ديال الكابيتاليزاسيون اش كنقصدو به؟ يعني مثلا انا كل مره كنخدم على الكابيتال جديد. يعني مثلا قلت لك 2% وقلت لك 10 دراهم، ففي الاول غتهز 2% من 10 دراهم. اذا شحال غنزيد عليك الانتيغي في العام الاول مثلا، ولا في الشهر الاول الا كنا كابيتاليزي، يعني انا غنزيد عليك 12 دراهم. وحتى في نون كابيتاليزي غنزيد عليك 2 دراهم غتولي 12 دراهم، وحتى في الانتيغي سامبل غتبقى 12 دراهم. ولكن في الانتيغي سامبل غتبقى تهز ديما 2 دراهم، يعني اللي ناي با كابيتاليزي. ولكن الا كنت خدام بالبرانسيب ديال كابيتاليزي اش كيعني؟ في الاول غنشد 2% من 10 دراهم هي 2 دراهم، ولكن في الثاني غنشد 2% من 12 دراهم اللي هي كتولي تقريبا 1.4، وكيبقى هذاك العدد وتيكبر. وكل مره فين ما تزاد داك الانتيغي كيدخل في الكابيتال، وهذا هو المعنى الكابيتاليزي، يعني داك الانتيغي كيتزاد في الكابيتال عاد تضربه في لوطو. الوغ هذا البرانسيب كيرجعنا الى تذكروا في الماط، كاين الفرق ما بين لا سويت جيوميتريك اللي كتعتمد على لو برودوي، يعني لا باز ديالها كيكون ديما ان برودوي ديما كنضربو في واحد العدد، الوغ كو لا سويت اريتميتيك جوست كنزيدو واحد العدد. ده كذلك كاين في لا فورمول، بان باش نحسب لا فالور اكيز خصني نكون حاسب لانتيغاسي فوا تي فوا ان ناقصن اما 3 سنين ولا 12 في الحالات لي موا. وكان كتكون لا فالور اكيز هي الكابيتال بلس لانتيغي، الوغ كو بوغ لانتيغي كومبوزي لا يمكن لي نخرج مباشره لا فالور اكيز او لا لو كابيتال اكي او لو كابيتال اكتواليزي اللي حنا وصلنا ليه ابخي واحد ان اني. بار كونتر لانتيغي حتى كنلقى شحال زاد عليا البنك، يعني ما كيمكن نعرف حتى تسالي لوبيراسيون حتى نعرف بانه راه البنك يمكن نعرفه بطبيعه الحال من الاول. مي ديما كتجي الفرق ما بين سي ان موان سي زيرو، يعني تحسب شحال بيتي تربط البنك عاد تستنتج شحال هو لانتيغي. كانت كاتخيام كيستيون دكور ديريكتومون ما كانش فيها مشكل هنا، دونك كان فيها المارشي لونتربريز بيرسونيل بوبليك، هادو هما لي تيب ديال لي كاتر تيب دو فينونس اللي يمكن نلقاو. الفينونس دو مارشي هذا اللي هو كيكون عنده علاقة بالوفر، يعني بالمنتوجات اللي كنشريو. فينونس دونتربريز اللي يمكن نهضرو فيها الكونتابيليتي، فينونس بيرسونيل اللي واحد الانسان كيدير لي بار يشوف شحال دخل في الشهر، وفينونس بوبليك اللي يكون على صعيد ليطا لا لوا دو فينونس انسي دو سويت. ما معنى كلمة فوركس؟ هاد لي كيستيون اللي كيكونوا مثلا هادو دي تضحك لي. مثلا هاد العام ما ناقشناهمش بزاف في الكلاس، ناقشنا مواد زعما فراي نقدر نسول عليهم، مي في ذاك العام كنت نخلي واحد جوج نقاط بحال هاد، دونك هاد العام اون سي جامي نقدر نحطهم نقدر لا. دونك هنا ولكن بوسكو هضرنا عليهم دابا في لا فيديو، دونك ديروهم في بالكم. دونك هنا كو سينيفي لو تيرم فوركس، يعني سي ان مارشي دو شونج بكل بساطة اللي كيكون فيه تبادل. سي ان مارشي ديما المارشي لوفر ولا دوموند دو لو بري، دونك لي تيكون فيه التبادل ديال العملات. لو نوم اكزاكت ديال لي بنك اسلاميك هو اش هما لي بنك بارتيسيباتيف، و دوني لو نوم دو لا ديفيز امريكان شينواز. دونك الامريكان هو الدولار الامريكان، اي بالنسبه للشينوا دونك عندهم. فوالا الوغ ليكزيرسيس نيميرو 3 كان بسيط، كان كالكولي لا فالور اكيز d'un capital donc d'un capital de combien de 90 000 يعني 90 ألف درهم ودرناه بوندون 4 ans. يعني واحد السيد خصها توت سويت تلمني مشى عند البنكه قال لها غنعطي لكم فلوسكم من دابا 4 سنين. قالت لها البنكه اللهم يسر، بين قوسين البنكه تقول يسر كتقول بحال هكا بريسك الله اعلم. الوغ بريسك هنا دونك لو كونسي توجور سي ديفيتي لي كريزي، يعني جو بارل با دو كيستيون، تنهضر كيستيون ديال اللي غنشوفوها نيت في هذا الاكزرسيس وغتبان اوضح. يعني انا جو بريفير دير لانفستيسمون، تخدم بهذا البرينسيب ديال لانتيغي كومبوزي ودير به دي زانفستيسمون. كيقول بان عندي مثلا ان مونطون ديال جون سي با ديال 10 000 درهم، كيفاش يمكن لي نردو كبر؟ دونك خدم بهذا البرينسيب، كيفاش انت تستافد منه، ماشي كيفاش تكون انت هو الكونسوماتور، كيفاش تكون انت هو المول المعطي. دونك انا باغ اكزومبل اش بيكون الناس سي ان ايكال سي زيرو فوا ان بلس تي لا بيسونس ان، سي زيرو هي 90 000، لو طو لي هو 5% دونك 1 بلس 5، و ان هنايا نورمالمون خصها تكون 4. انا جو نو جي با في دونك انا خصها تكتب 4. باش كنحسبوها كتولي هي شحال؟ هي 10 000. يعني تخيل معايا بانه باش تقريبا انك غادي ل 11 ألف درهم، يعني ما بقى والو، بقى شي 700 درهم باش توصل 11 ألف درهم. يعني شحال تزاد هنا الا جبنا نحسبو شحال تزاد؟ تقريبا غتزاد 19 ألف درهم. اذا انت نقول 19 ألف درهم في 4 سنين، يعني ان البنكه كتجي كتدي لك كل
عام قريبا الى قلنا 20 مليون بور افور اون ابروكسيماسيون، يعني كتوصل 5000 درهم في العام، يعني تقريبا بحال كيجيو لك واحد 500 درهم في الشهر فوق الفلوس اللي خصك ترد لهم. يعني خصك ترضى، غادي تزيد 3 مليون في 4 سنين، غادي ترضى ب 11 مليون. مي الا هضرنا على جور ولا طوموبيلات اللي كيفوتوا 20 عام ولا 5 سنين ولا هذا، راه لي فالور تتكون اكبر. كانت اون ديرنيير كيستيون هي تروفي لا دوغي، ساشون كو سي ان اش كتساوي تي هي سي زيرو. هنا راه غنرجع معكم جوست للكور، راه عندكم هاد لي غولاسيون راه حتناهم وشرحناهم في الكلاس دي مانيير دي طيب، بيسكو انا لانتيغي عندي اليوم هو انه نشرح. لاحظتوا راه لي كيستيون محطوطين كيف ما هما. هنا كنا قلنا بان عندي سي ان، اشنو هي سي ان نورمالمون في لانتيغي كومبوزي؟ الى هضرنا في لانتيغي كومبوزي سي ان اش كتساوي اون رياليتي هي سي زيرو فوا ان بليس تي لا بيسونس ان. يعني الى بغيت سي زيرو لا فالور اكتويل علاش غتعطيني هي سي ان سور ان بليس تي لا بيسونس ان. خلو معايا بغيت دابا ان، الوغ ان بليس تي لا بيسونس ان كتساوي سي ان سور سي زيرو. باش نخرج ان كندخل اللوك، الوغ اون فوا كندخل اللوك كيولي هو اللوك ديال سي ان على سي زيرو على اللوك ديال ان بليس تي، وهي اللي طبقنا بطبيعه الحال في هاد ليكزيرسيس. دونك عطاتنا لو لوغاريتم ديال القيمه اللي حنا حسبناها دابا فاش خرجنا. عندي لانتيغي اش، عندي سي ان وعندي كذلك اش سي زيرو وعندي تي، يعني كاع هاد المعلومات اللي غنحتاجهم في لا فورمولا اللي حنا بينا قبل كاينين ديجا. دونك هنا غادي خصك 17 لعام. الوغ الى عطيتي البنك، دونك وهي كتبان هنايا، تخيل بان البنك الى خديتي من عندها مثلا اش 21 مليون وقلتي لها شحال في الوقت، قالت لك راه غادي ترطها باش ب 34 مليون، عرف بانك غترطها في 17 عام. يعني الى درتي كريدي مده 17 عام عرف بان البنك غادي ترطها ب 34 مليون. هذا هو المشكل في كابيتاليزي، الى شفتوا قبيله فاش كانت المده قليله كانت اقل. هنا راه كتهضر على فرق مهم ديال اللي كيمشي حتى تقريبا 2 مليون في العام، باغ كونتر في الاول كانت 5000 درهم في العام. يعني باش ما انت كتزيد في السنوات باش ما لوطو كيكبر. فوالا دونك لو بروميي ارجون كون غان سي سولوي كون نا با ديبونسي. جو فو ريميرسي، اون بروشين فيديو اللي غنشرح لكم فيها لي زيفي دو كوميرس ان شاء الله.